with one voice, particularly against advocacy. In our dialogue with Alasa and the Muslim Council of Elders yesterday, we have seen that it is, however, also an issue that many nations in the so-called Western world want to bring to our reflections today in our intermediate cooperation for men and women. And الإطار الثاني إطار التعارف الذي يعني التفاهم والتعاون. بعض الكتاب الأمريكيين لا يسجل أن البشرية عبر تاريخها المكتوب والذي يبلغ قرابة 3500 عام فإن 268 سنة فقط سادها السلام، أما باقي السنوات فقد كانت مشغولة بالحروب. ومن هنا استنتج جورج ويل الكاتب الأمريكي المعروف أن السلام عاجز عن أن يحمي نفسه بدون حروب المتغيرة، فلكل رسالة شريعة عملية تناسب ذلك. Your call to be in Christian solidarity in the cause of Christ. واجه أبناؤنا متفجرات الإرهاب بأغصان الزيتون وسعف النخل كما تعودنا في كل أحد زعف. لقد تعطرت وتجملت أغصان الزيتون وسعف النخل بدمائهم الزكية.